أكيد مشاهدينا الكرام، يبقى نضالات اتحاد النساء وخاصة بالحزب الديمقراطي الكردستاني من النضالات المهمة في هذا الحزب وعند تاريخ دائما وغير هذا هو قريب من هموم المرأة وين ما كانت بكردستان. أكيد فعلا أجين، ونحن كنساء منحييهم ونقول لهم يعطيهم ألف ألف عافية على كل هالنشاطات اللي هن عم بيعملوا. وهسه إجا وقت أنه نبدي فقرتنا، وراح يكون ويانا ضيف أكيد مثل كل مرة بنسمان زاغروس. نرحب بضيفنا الدكتور رافض فياض العقيدي الاستشاري في امراض القلب والقسطره. اهلا وسهلا بك بنسمات زاغروس. اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا بنسمات زاغروس. اهلا وسهلا، وانا اشكر الحقيقه قناه زاغروس الفضائيه على الاستضافه، واحيي الحقيقه كل مشاهدين قناه زاغروس، واحب ان اقول رمضان كريم وكل عام وانتم واحنا والجميع بالف الف خير ان شاء الله. رمضان كريم عليك همينا. نريد نعرف، خلينا يعني ندخل بالموضوع ونقول شلون شفت رمضان بكردستان؟ يعني يا ترى شنو هي الاختلاف بين كردستان ومحافظات العراق برمضان بالذات؟ يعني إذا نعرف بشنو يتميز هذا الشهر الكريم بكردستان والفرق بينها بين محافظات العراق. والله يعني أعتقد الحقيقة واضحة، يعني ما يختلفون اثنين على هالشيء هذا، يعني الجو هنا باختلاف كلش كبير، والطبيعه الخلابه بالتاكيد، والتجانس الاجتماعي طبعا هذا فد شيء يعني مشهود الكردستان، تلقين كل الاديان كل الطوائف كلها متعايشه وكلها اي، وكلهم يحترمون يعني خصوصيات كل الناس. اي بالنسبه يعني لرمضان هنا، يعني رمضان يعني الصيام هو موجود كل الاديان اكيد، وهنا مجتمع موجود به خليط من كل الاديان، فكل الناس يعني تحترم الشيء هذا، ومثل ما اكدت هنا الجو ما شاء الله يعني جدا لطيف. نعم. واكو ناس تدرين يعني اهم شيء الجو الموجود عندنا، الجو الطبيعه الخلابه، يعني تعرفين اكو ناس تترك مكاناتها وتروح يعني تتفرغ في شهر رمضان بالضبط لمكانات اخرى في سبيل وهذا التفضيل. اكيد عنده تاثير على الصحه وخاصه بشهر رمضان، وبالتاكيد حيكون يكون الانسان يعني مسترخي، يكون ريلاكس، يعني طبيعه الامور الاخرى، طبيعه الاغذيه، شغلات كثيره حتكون تختلف. طيب دكتور، على المستوى الصحي للجسم هل يختلف رمضان على الانسان اذا كان بالصيف او بالشتاء؟ شو الاختلاف اللي بيصير؟ وخصوصا يعني البرد والحراره كمان له تاثيره. اي بالتاكيد هو التاثير حيكون واضح بالنسبه للمرضى طبعا. نعم. اي يكون احنا كمرضانا تدرين معظمهم مرضى قلب، فتاثير الصيف بالتاكيد حيكون تاثير اكثر على المرضى من الشتاء، بس بالنسبه للناس الاصحاء ما اعتقد حيكون ذاك الفرق الكبير، لانه حيكون يتم تعويض السوائل اثناء فتره يعني من الافطار الى السحور، وهي فتره الصيام تقريبا 16 ساعه، يعني بها زياده بها نقصان فهالفترة. طيب دكتور، ما دامك تكلمت عن الأمراض، يعني أكو بعض الأشخاص يعني عندهم أصحاب خلينا نقول أمراض مزمنة مثل مرض القلب وغيرها، هم أنت استشاري بهذا المرض، خلينا نعرف أنه الصيام يا ترى يفيدهم لو يضرهم؟ إيه سؤالك وجيه جدا من ناحية الفوائد، من ناحية فوائد الصيام. شوفي قبل ما نتكلم على فوائد الصيام، شوفي الصحة هي يعني خلينا نقول أهم هبة، أهم نعمة. احنا نتكلم علميا الصحية أكيد. إيه فالصحة أهم نعمة وأهم هبة الله انطاها للبشر. أكيد. وللحفاظ على هاي الصحة، شوفي الصيام إجا. فالصيام بفوائد يعني لا تقارن بمضار، أو ما نقول مضار، لأنه يعني ما بمضار، هو يمكن بي خلينا نقول تحديدات أو بمحاذير من ناحية المرضى، مرضى القلب. فالفوائد كثيرة جدا. احنا لو نرجع لي وراء يعني نترك الصيام، احنا كأطباء يعني خلينا نقول أطباء باطنية ومن ضمن أخصاص دقيقة، بالنسبة احنا كأطباء قلب، احنا دائما يعني نجاهد ضد العوامل المساعدة للإصابة بأمراض الشرايين والأوعية الدموية.
اللي هو طبعا مثل ما تعرفون هو يصيب الجسم كله يعني مو صحيح. بس مو بس يعني من الجلطه الدماغيه الى الجلطه القلبيه وقصور الشرايين التاجيه الى اطراف المحيطه الى امراض الشرايين الكبيره. فقصدي احنا هاي كلها من عدا الصيام احنا في يعني جهاد ضدها. يجي الصيام كلها هاي يحاربها. يعني الصيام من نجي احنا نقول العوامل شنو هي، مثلا السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنه، التدخين، كلها لو نجي نلقي اثار ايجابيه للصيام على هاي العوامل. يعني مفيد اكثر ما هو مضر. فشوفين الفوائد ايش قد مهمه. مرضى السكر ينزل عندهم، مرضى الضغط ينزل عندهم. خاصه انه انا قرات شيء البارحه انه طرد السموم من الجسم اللي دا يصومونه بشهر رمضان، وهذه كلش مهمه هذه النقطه. بالتاكيد. طيب دكتور، هل كلام مهم بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض صحية عام؟ طيب في منهم ولو في بعض منهم بيلحوا على موضوع الصيام، يعني برأيك رغم أنه هو مو منيح الصيام للأشخاص اللي عندهم أمراض، برأيك مشان هذا الموضوع يعني؟ احنا بصورة عامة يعني خلال عملنا اليومي خلينا نقول وباحتكاكنا ويا المرضى، الأغلبية الغالبة من مرضى القلب، يعني سواء كان عندهم قصور شرايين تاجية أو عجز في القلب إلى آخره، وخصوصا بعض الأشخاص بعرفهم يعني عندهم قسطرة أو عندهم مرض القلب، فهن بيلحوا أن يصوموا رغم هيك كمان بيتعبوا كتير. بالتأكيد هذا نشوفه يوميا إحنا، بس إحنا مبدئيا الغالبية ممكن يعني الصيام بفائدة لهم، ممكن يصومون، بس بالتأكيد إحنا لازم نسوي ترتيبات من ناحية العلاج، من ناحيه الغذاء مالتهم، من ناحيه امور يعني نرتب امورهم. لكن في بعض الاحيان القليله خلينا نقول يمكن اكثر من 95% من مرضانا ممكن يصومون. النسبه القليله اللي هم يكونون حالته غير مستقره، مثلا عجز قلب وعنده واللي عنده الضغط هم ياثر، يعني اكو ضغط 24 ساعه نازل واكو ضغط 24 ساعة صاعد، اذا كان ما مسيطر عليه صعبه عليه الصيام. هذول النسبه جدا قليله. إيش قد من عندهم ذولا ممكن يلحون على الصيام، يعني موجودة النسبة. إحنا طبعاً ما نقدر يعني تدري ما نقدر نجبر المريض، آية حرية المريض وخياره هو، لكنه ننصحه بالشيء اللي فيه ده، يعني نقول له أنت لازم علاجك يكون كذا كذا، خلي وضعك يستقر، ولا حرج على المريض يعني أكيد. كل الأحوال ووعدة من أيام أخر، يعني المريض خلي يطلع من الشدة والله هو العافي والله هو العافي إن شاء الله. وهسه زملائنا بأربيل العاصمة محضرين لنا تقرير عن أجواء رمضان، خلينا نشوف التقرير سوي وبعدين نرجع نكمل المحور ويا ضيفنا. يبدو أن التقرير لساته ما مجهزين عن أجواء رمضان. أكيد هندرينا أجواء رمضان هالسنة إحنا نتمنى أنه تكون أحسن بهواي من السنوات اللي فاتت، ومثل ما إحنا حكينا والدكتور حكى ويانا، أكيد يعني أكو عندهم أمراض مزمنة وأكو عندهم يعني أمراض ما يقدرون أنه يصومون، وهذه عادي يعني الله هو العافي إذا يصوم لو لا، وأكو عنده يعني أعذار ومو شرط أنه أنت تصوم حتى يعني وضعك الصحي يكون أخرب من اللي فات، لا انت خلي صحتك بالاول زينه وبعدين الله كريم يعني تقدر تعوض الصيام اللي ما قدرته. بعيدا عن الامراض كمان في منهم يكون عندهم شغل يعني ساعات طويله، مثلا شغل ثقيل برات ال 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 برات البيت او مثلا برات الشركات او مثلا برات الغير، كمان ما فيهم يصوموا بسبب الحراره مثل ما حكيت. اكيد اكيد. والجو الدكتور حكى عن الجو من اهم الشغلات هسه الليل، الناس بتضل للساعه 3 الفجر لحتى كمان نشوف الاجواء مثلا بيحسوا باجواء رمضانيه قبل السحور. صح. لحتى نرجع نكفي حوارنا مع الدكتور. دكتور خلينا نحكي شوي عن جسميا وبيولوجيا، يختلف جسم المراه عن جسم الرجل بتحمل الصيام؟ انا بشوف ان المراه تتعب اكثر من الرجل قبل ما انت تحكي. يعني هو خلينا نقول علميا لا يوجد اختلاف، لكن الاختلاف وين؟ من تكون المرأة تكون حامل او تكون يعني في يعني دور الرضاعة. نعم. فهنا في اختلافات شوية من الناحية، بس بصورة عامة المرأة هي اكثر ناسكة من الرجل يعني. او انه تنزك حالها.
اي بس ك يعني ولا اثنيناتهم يشتغلون برا واثنيناتهم يصومون يعني نفس الشيء نفس والله يعني يعني اتركي الامور الاخرى يعني واقعا اشوف المراه اكثر تحمل من الرجل بالضبط ليش اكثر شيء مو احنا هيك احنا نتحمل اكثر شيء يعني اكثر صعوبات الحياه على بصوره عامه يعني شوفها لان هي المراه معروفه يعني جلده المراه جلده يعني و صحيه ناسكه ويعني دليكيت والى اخره بس هي جلده ويعني صاحبه قرار فشوفيها اكثر تحمل الصيام اكثر وخصوصا انه تشتغل عمليه هسه لو تسوين فد سيرفي تسوين فد يعني فد بحث تلقين يعني النساء اكثر التزاما بالصيام من الرجال نعم واقعا يعني والله يعني دكتور انا اعرف نسوان اخشن من الرياجيل بهوايه ما لها علاقه بالنزاكه زين شنو رايك بالرياضه بشهر رمضان يعني شنو تنصح الاشخاص اللي يتمرنون الصايم خاصه يعني انواع الرياضه اللي لازم يتمرنوها هنا طبعا الامور تختلف بين الاصحاء وبين المرضى الاصحاء ننصح بها يعني خاصه بعد الافطار يعني كلش اعتيادي طبعا وياها يكون اخذ السوائل نركز عليها بالنسبه للصحة والسوائل تكون متقطعه يعني مو متعودين مثلا الجماعه يحط له دولكم مال عصير راسا يهجم عليها والدولكم مال لبن بالافطار وكلها يخلصها يعني يسويها على مراحل اكثر وننصح بالرياضه لكن عندنا بعض التحديدات وبعض المحاذير بالنسبه للمرضى يعني بالنسبة لمرضى القلب خاصة في شهر رمضان يعني يحتاجون إلى راحة تعرفون يعني أكثر مثلا نبضات القلب تزداد بعد الإفطار يصير بعد اضطراب يعني من هالناحية الأملاح بها تغيرات تصير أثناء الصيام خلال هال 16-15 ساعة فبعض المرضى بها تحديدات بالنسبة لهم فما ننصح أن يسوون جهد وخاصة مرضى السكر يعني أثناء الصيام اللي هي فترة الصيام بين السحور والإفطار الجهد بالتأكيد حينزل السكر فممكن يدخل بانخفاض نسبة السكر بالدم طيب بالنسبة للاعبين اللي ينتمون للفرق الرياضية مثل كرة القدم مثلا هذول يقدرون يستمرون بالرياضة بوقت الصيام يعني هم صايمين ويلعبون بنفس الوقت والله أشوفها أني صعبة بس الحقيقة يعني كخلفية تدرين يعني هو يتعلق بالطب الرياضي أشوفها صعبة يعني أثناء لأنه فقدان سوائل كثيرة بالأيام الاعتيادية أنت تشوفين اللاعبين يعني دائما بيشربوا الماء بس احنا سامعين يعني دكتور انه اكو لاعبين يعني طبعاً لازم يصومون يحبون انه يصومون في شهر رمضان بس بالنتيجه هذا ما ياثر على جوده اللعب بعدهم عاده ما مو ذاك التاثير الكبير بس يعني طبيا احنا ما ننصح به لكنه جيد وهذا اللي احنا نريده هذا الجواب حتى يوصل للمشاهدين خاصه الفرق او اللاعبين اللي ينتمون للفرق الرياضيه اللي يبذلون مجهود كلش عالي يعني مو مجهود سهل اكيد طيب بما انه نحن عم نحكي عن اللاعبين والرياضيين في منهم الكابتن او مثلا المدربين بينصحوا انه بيجوا بعد الافطار لحتى كمان يتدربوا هاد كمان ما راح ياثر على الهضم مباشره بعد الافطار ما حيكون في تأثير يعني كبير عادة بس بيقول يعني مثلا بيأثر على المعدة كمان يعني عادة لا وما من حيبدأ بوجبات خفيفة وطبيعة الوجبات اللي حياخذوها بالإفطار هم تكون يعني محددة وبعدين يبدون يمارسون الرياضة ووجبات خفيفة بعدها أكيد طيب بالنسبة للمدخنين شو بتنصحهم للصيام؟ يعني في منهم بيدخنوا كثير ما بيتحملوا المدخنين يعني طامة الكبرى طبعا قبل كل شيء احب يعني اذكر انه واحده من الـ يعني خلينا نقول الفوائد الكبيره لرمضان يعني عندنا مرضى كثيرين يقلعون عن التدخين في شهر رمضان نعم يعني هيك بننصح المشاهدين كمان انه يتركوا التدخين بالصيام بيكون احسن بعد الصيام كمان انه يستمروا حتى يقللوا كثير وتكون هاي كمان صحه بالنسبه لهم بالتاكيد بس اكو ما يقدر يترك التدخين صاير ادمان في منهم بيخانقوا غيرهم بسبب التدخين ما بيتحملوا يعني يعني احنا عندنا هيك مجموعه وعندنا مجموعه تعوض التدخين بعد الافطار شوفين يعني يبدي يدخن اكثر من الاعتيادي يطلع الفرق مال وقت الصيام بس نسبة لا بأس بيها أقلعوا عن التدخين أثناء شهر رمضان وهي من الفوائد المهمة جدا
أكيد هالحكي يكون موجه للمشاهدين وبالتحديد لزميلنا همام كمان من يومين كان عم بيقول إنه أنا ما فيني يعني دقيقة دقيقة توقف يما يمكن يخلص باكيت مشكلة وأني عندي شو اسمه حساسية ما أقدر لما هيك أسوي قبل يفتهم لازم يطفي السيجار عنده. طيب إحنا خلينا هسه نتكلم عن النساء الحوامل وخاصة إنه أنت تعرف يعني المرة لما تحمل مظل روح واحدة تصير روحين شنو الأضرار لها ويا ترى هي تقدر تصوم مثل أي شخص عادي ولا ما تقدر يعني أنت بشنو تنصح؟ نعم سؤال جيد جدا طبعا خاصة اللي عندهم توم همين أي سؤال مهم. طبعا النساء الحوامل وهي تغيرات يعني فسلجية تصير بالجسم مثل ما جنابك قلت يعني ما روحين مو روح واحدة فأكو ثقل كبير على القلب الـ 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 يعني المرأة الحامل وجهد كبير عليها لأنه جسمها من يثقل يعني بالنسبة لهم هم يعني احنا خصوصا تضغط على حالة بالصيام انه في منهم بعض الحوامل عفوا دكتور على مقاطعة الحوار في منهم بعض الحوامل بيضغطوا بيقولوا لازم نحن نصوم رغم انه حاملين يعني ما بيتحملوا الصيام وكمان مستمرين بالصيام كلام يعني. جدا واقعي وهذا نشوفه احنا وعندي حوامل والبارحة رجعتني حامل صايمة يعني تنصح يعني انه ما بيصير اي عادة غير محبذ الصيام اثناء الحمل يعني النساء الحوامل ما يجوز يصيروا عادة ما يعني ما محبذ لأنه أمور كثيرة من ناحية زيادة الخفقان من ناحية التغيرات الهرمونية اللي تصير عندهم أمور كثيرة بالنسبة لها مو بصالحة وحتى الرضاعة هي إحنا ما ندخل دينيا بس هي يعني من المحاذير بالنسبة للحمل بس لا زال نشوف حوامل ويكملوا الحمل لشهر كامل وصيام يعني وطبيعي كامل وطبيعي تمشي الأمور اعتيادية بس هذا خيارهم وليس خيار طبي أكيد بعيدا عن الدين وخلينا نكون قريبين من العالم يعني بالنسبة للأطفال يعني أنه خصوصا الأعمارهم بتنصح أنه يصوموا وخصوصا انه مثلا نحن وقت كنا خلينا نحكي شوي بالموضوع يعني خصوصا نحن لما كنا صغار الوالده كان دائما تقول لي هندرين مثلا الاطفال لما نحن كنا صغار صوموا صوم الغزال يعني من الصبح لل 12 وبعدين افطروا يعني مثلا انا بال 12 لحد ال 12 انا صايمه واصلا انا قايمه بال 11 من النوم لحد الساعه 2 لو 3 بعدين هم ارجع اصوم ساعه هم ارجع اكل يعني هذا الصيام اللي عندنا هذا ذكرني بسالفه بابا نويل مو كان يخلي لنا هدايا جوال مالتنا كنا نصدق لا مصدقين حالنا همنا تماما فإمتى بتنصح الأطفال يبدأوا الصوم الطرف والله بس علميا مثل ما تعرفون يعني الأطفال صعب عليهم الصيام طيب يعني بأي عمر هم لازم يصوموا يعني أعمار البالغة عمر البالغ البالغ اللي هو يعني 16 من 10 سنين أكثر من 15 سنة يعني بين 16 و15 سنة جيد يعني فسيولوجيا يقدر يتحمل الصيام بهالعمر يقدر يتحمل الصيام واما في منهم مثلا اعمار 13 ل 10 خليهم يصوموا صوم الغزال ما احسن طيب دكتور يعني خلينا نحكي على السفر قبل كان طويل ومتعب مثل ما تدري يعني حتى الدين انت حجه لعدم الصيام الاشخاص اللي دا يسافروا بس هسه انت مثل ما تعرف يعني السفر صايره سهله سيارات وطيارات يعني يا ترى اللي يسافر وهو صايم راح يكون له تاثيرات خلينا نقول سلبيه اكثر من الايجابيه والعكس طبعا انت مثل ما تعرفين الجانب الديني شويه بامور اخرى احنا ما ندخل هذه قبل يعني ايه كانوا هيك يقولون ايوه حتى بالوقت الحاضر اكيد احنا ما ندخل بس يعني ك هيك تفكيرا يعني اليوم انت تعرفين السفر مريح جدا صار يعني بكل وسائل الراحه سواء كان سياره سواء كان طياره سواء كان قطار الى اخره بس هي يعني ممكن الافطار بعد تعرفون يكون مسافه بعيده الى حق الافطار بالسفر بس لو تجينا واقعا الاغلبيه ما حد يفطر يعني وين ما يوصل يفطر على توقيت مال ذاك المكان فعمليا السفر ما له تاثير يعني ما له تاثير يعني عادي مثل غيره جدا عادي جيد طيب دكتور
احسن طريقه للافطار؟ شو اللي بتنصح فيه انه الواحد يفطر، وخصوصا الصائم لما بيفطر على عجله، بيضغط على معدته وعلى شغلات ثقيله تماما. شو بتنصح للناس؟ هاي المشكله الطامه الكبرى عندنا هنا. يعني انتم تعرفون خلينا نقول الطعام الصحي والوجبه الصحيه هي اصلا بخارج وقت رمضان احنا يعني النسبه الكبيره من الناس بعيدين عنها. يعني كوجبه صحيه. اما في رمضان الناس تبدي تتهيأ، للاغلبيه من الناس تبدي تتهيأ، يعني نشتم الروائح الساعه 3 يبدون بالطبخ وقسم لابل حتى من 12 يبدون. فيبدون يحضرون لمائده يعني ما انزل الله بها من سلطان. أشكال وأنواع. إحنا طبيا يعني ننصح بالمائدة الصحية. والصحية. المائدة الصحية اللي هي يجمعها كلها أن تكون خفيفة. نعم. وما تدخل بها الشغلات المقلية والدهون. هاي أهم شيء. لازم تبدي من العدس. تبدي دكتور يعني شغلات عدس شوربة. أي بالضبط الشوربة. وإحنا نفضل طبعا شوربة الخضار على شوربة العدس أكثر. أها. وممكن يعني. صحي. ننصح بها. والسوائل تكون مهمة. والخضروات يعني الطعام طيب. اللي غني بالألياف يعني من أنواع الزلاطات وأنواع الخضار سواء كانت يعني أثناء يعني طبخ أو كانت فريش. طيب دكتور سؤال بسيط، يعني أنه في منهم بيشربوا شوربة وبعده بنص ساعة ليقدر يفطر. إيه. وهذا هم جزء من عندها، هم جزء من عندها صحي. هذا يعني صحي أكثر. سوائل، شوية تمر، لبن بسيط، شوربه بسيطه، وبعدين يبدي لحتى ما يضغط على المعده وما يصير. صراحه شعبنا عنده هذا التحمل. قبل يقصف الاكل. احنا هنا يعني الاغلبيه تدرين يعني الرز يحضروه وفوقه الدجاج واللحم والما ادري شو. ايوه والدهون الغنيه بالدهون والمقليات لازم يبتعدون عنها. أكيد يعني جداً لأنه مهمة فيه نسبة يعني كتير من يعني القلي جدا يعني ثقيل. طيب. على المعدة. نحكي عن السحور، يعني في منهم بيناموا ويصحوا ويتسحروا ويرجعوا يناموا، برأيك هل هذا صحي أم لا؟ بالتأكيد هذا الشيء غير صحي. أبداً. وطبعاً في منهم كمان بيسهروا للساعة 12 أو واحدة كمان مثلاً بيتسحروا وبعدين بعده بساعة بينام، برأيك عن هذا المصيحة؟ والأكبر من هذا أكثر من هذا، في ناس يعني بيناموا ويصحوا على وقت الإفطار يعني بعد السحور. نعم. إيه بيناموا طبعاً هي بالتأكيد حتغير كثير من الـ يعني خلينا نقول الشيء الايضي الميتابوليزم مال الجسم حتغير امور كثيره، لان هو الجسم ما مهيئ ان في هالوقت هذا يعني كل احنا عندنا هرمونات تبي تفرز اثناء الصباح وتبدي امور كثيره، فالجسم ما مهيئ للانسان ان يكون ينام لفتره طويله ويصحى في سبيل مره اخرى ينشط يعني الجسم بالاكل وعلى مود تفرز الهرمونات، فتصير فد تباين وتصير يعني فد خلل بالجسم دكتور، خلل كبير واشكالات تصير بافراز الهرمونات، فاحنا ابدا ما ننصح بها، يعني خلي يعيش حياته الاعتياديه الطبيعيه وبالتاكيد ياخذ الاحتياطات اللي هي الصحيه. طيب افضل طريقه للسحور شنو هي؟ للسحور؟ والله السحور احنا ننصح به يعني يكون معتدل بالتاكيد. بس واحنا ما ننصح دائما، في ناس طبعا ما تسحر يعني تاكل يعني اثناء الليل وتنام بدون سحور، هذا هم خطا يعني. اعتقد اكو هواي ناس هيك يعني ما ياكلون ما يسحرون. إيه؟ هذا خطا يعني كبير عند خاصه عند الناس الاصحاء، يمكن يسبب لهم امراض مشاكل. إيه؟ وبمشاكل بالنسبه للمرضى كذلك. جيد. لانه طيب اكو حديث نبوي شريف يقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا نشبع، يعني برايك اذا كل واحد يطبق هذه الحديثه والمقوله يعني ما راح تكون صحته احسن؟ والله هو الاكل المتوازن ضروري للجسم. اكيد. يعني بكل الاحوال الاكل المتوازن، ويعني من عدا رمضان هو لازم الانسان ياكل 3 وجبات من يعني منتظمه ومتوازنه. يعني
انتم تعرفون يعني حتى قبل رمضان في ناس مثلا بدون فطور يجي لحد وقت الغداء. هي الأمثلة بتطبق علي انا. أيه. أيه. أنا من الأشخاص ما بفطر. إيه بس هذا مو صحيح. صح. أنا أفطر بس الوجبات اللي حكيت عنها هياتني ضربة ضالغة عليها. أنا وجبة واحدة ما أكل. وأعتقد هذا يعني بمرور أيه. الزمن الأضرار راح يبين على الجسم. بالتأكيد هذا نحكي به إنه هاي الطبع الغذائية. أنا شو نقول أكل متوازن. أكل متوازن يعني اللي يحوي من كل شيء فشيء بسيط ويكون صحي بنفس الوقت. يعني أكل منوع. يعني احنا طبيعه مجتمعنا طباعنا يعني اكلنا غير صحي. فيعني الرز والمرق والشغلات هذا المهم. فالوجبات الثلاثه المتزنه جدا ضروريه هاي من عدل رمضان. رمضان اعتيادي عندنا سحور وفطور. عندنا وجبتين في بعض الاحيان في وجبه خفيفه ممكن واحد ياكلها اثناء الليل شيء بسيط يعني سوائل أو شوربات أو إلى آخره. مو فود فاست من المسموح. لا إذا هذا اللي يجمع السريع هذا الأكل اللي برا يجيبوها والله تعالى كله دهونيات وأكله وبعدين نام عليه. هذا الفاست فود هذا مشكلة. الوجبات السريعة إحنا أبدا ما ننصح بها أبدا لأن يوم عن يوم هي عبارة تصير عن تشكيلة لمواد معظمها دهنية ودهون مشبعة فبيها مشاكل كلش كبيرة. صحيح. مو الآن المستقبل. نعم دكتور خصوصا البعض منهم كمان بيتقلوا على المعدة وفي منهم كمان بياكلوا بشكل سريع مثل ما أجين سكرت يعني الأكل السريع كمان مضر للصحة. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن الحلو. في منهم بياكلوا الحلو مع الإفطار مع الفطور عفوا الحلويات وفي منهم بياكلوا الحلو بعد الإفطار بساعتين. فبرأيك شو بتنصح وشو الحلويات أو السكريات لازم المشاهدين يعني مثلا تنصحهم فيهم والعصائر كمان. طبعا الحلويات بالتأكيد هو الإنسان حيحتاج الكربوهيدرات أثناء الفطور وأثناء الفطور الكربوهيدرات أنواع وإحنا الأكثر من عدها هم غير محبذ. التمور يعني الحلويات الخالية من الدهون هي المرحب بها يعني بالوجبة الصحية غير مرحب فيها هي الخالية من الدهون هي المرحب بها. نعم. يعني احنا نفضلها احنا ننصح بها. نعم. اللي مثلا مثل يعني مثلا التمور مثلا التمور يعني هم بها فايبرز يعني بها الياف في كتير وبها فوائد. ايه وبها بنفس الوقت بها سكريات بنفس الوقت فالتمور ننصح بها والتمور يعني تاريخيا هي نعم. معروفة. ف أما الحلويات الأخرى زي تعرفين يعني ما أغنى الأسواق المحلية بالحلويات والدسمة فهي أبدا ما ننصح بها وإذا أريد يأكل فخلي أكل قطعة وبالكثير يعني مو صينية كاملة. أكيد. إحنا جماعتنا تعرفين. طيب خلينا نحكي للماي دكتور. أنت تعرف إنه الجسم يحتاج ماي بغير أيام يعني فما بالك بشهر رمضان أكيد السوائل راح تكون أهم شغلة بشهر رمضان يعني خاصة بالصيف الصايم يتعرض بشكل كبير للتعرق ويفقد السوائل بجسمه. أنت هنا يعني إذا تقول للمشاهدين شلون يعادوا الميزان داخل الجسم؟ إيه طبعا هذا السؤال جدا مهم هذا بالناس الأصحاء. هو حيبدي يعوض واحنا ننصحه طبعا بشرب كميات يعني ماء اكثر من الاعتيادي كبيره ومتقطعه يعني وباستمرار من الفطور صح لحد السحور. لكن عندنا مشاكل بالمرضى القلب يعني خاصه مرضى عجز القلب ومرضى اللي ياخذون مدررات والى اخره فهنا شويه بيها تحديدات. يشربون يعني المي بس باعتدال اوكي وبنفس الوقت احنا نسوي يعني ترتيبات للعلاج مالتهم نبدا نقلل المدررات مالتهم اثناء شهر رمضان اذا وضعهم مستقر جدا. بس عاده احنا كشيعة نصيحتنا هو بالزياده يعني شرب السوائل بس بصوره متقطعه مو مثل ما قلنا اول ما يجي يشرب كميه كلش كبيره من المي بعد الافطار وهذا ما ننصح به ابدا. يشرب كمية معتدلة من المي ويبدي يشرب سوائل لحد السحور. طيب دكتور يعني بعيدا عن رمضان خلي نعرف يعني جسم الإنسان إيش قد يحتاج مي بالأيام العادية صحيا إحنا أكيد نحكي صحيا يعني هو ما لا يقل عن لترين
يعني وتعتمد على تشربي صحة لك. لازم هو صحة إلا يعني. بس انتم تعرفون يعني الأكل هم بسوائل هاي واحد صحيح. طبيعة الجو لها تأثير كبير يعني من عند واحد عمله بتعرق إلى آخره هاي بيه فقدان سوائل فهاي زيادة تصير يمكن أكثر كثرة شرب الماء همينة يعني إلا تأثيرات سلبية أكيد. بالتأكيد إحنا يعني بفائدة كثيرة بس في بعض الأحيان هم بمضار بالنسبة بس بصورة عامة احنا ننصح بي وبفائدة جيد. كبيرة اكيد دكتور احنا نرجع الاجواء الرمضانية اللي تصير قعدة العوائل قدام المسلسلات بالتلفزيون وقدامهم الكرزات والحلويات والمقبلات انت انا ما اعرف شو يسمون هذا الوجبة بس يعني اكو هذه الشغلة يعني دي يسووها برمضان وهذه الفقرة دائما تصير قبل الافطار خلينا نقول بعد الافطار وقبل السحور انت يعني شنو رايك بهذه القعدات الرمضانيه يا ترى شنو تنصح الناس والله لا ضير بيها يعني اولا هي حاله اجتماعيه يعني تجمع صحيح موجوده من زمان تجمع افراد العائله وحتى بين العوائل بس الشيء الثاني بعض الاكلات او بعض خلينا نقول مقبلات وال يعني والكرزات والحلويات بيها مضرة إذا كانت مثلا عند ارتفاع ضغط الدم يأكل مثلا الكرزات المالحة احنا ما ننصح بها أبدا بعض المقبلات أو قسم حتى تدخل الحلويات بيها وتدخل الأمور هاي بالنسبة لمرضى السكر يعني هاي يعني خلينا نقول يعتبروها ما يعتبروها كوجبة يعني فشي مساعد لل فقصدي احنا نشجعها بس تكون كميات صحية. كميات قليلة وتكون صحية بالتأكيد بحيث أثر على الصحة طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الكبار بالسن يعني بأي عمر يستمر لحد أي عمر يستمروا بالصوم وفي منهم كمان لحد أي عمر ما يستمروا بالصوم لحتى ما يأثر على صحته يا ريت لو تحكي لنا كمان عن هذا بالنسبة للأعمار الكبيرة نعم الأعمار الكبيرة هي تعتمد بالتأكيد على يعني إذا كان صحيح الجسم يعني أو كان عنده أمراض معظم الأعمار الكبيرة يعني اليوم الأعمار الكبيرة اختلفت يعني إحنا قبل كنا نعتبر 75 فما فوق تعتبر أمراض يعني أعمار كبيرة طبعا العمر كمان مهم أما الآن هسه لا لأنه اللايف اكسبكتنسي صعدت يعني سل 85 فما فوق يعتبر يعني الناس اللي هم الكبار يعني تعتمد على الحالة الصحية أكثر الحالة الصحية مو على العمر عندنا مرضى يعني عندنا مرضى حتى يعني يراجعون لأمراض بسيطة يعني ضغط ارتفاع ضغط دم بسيط وصيام اعتيادي وما عندنا كل مشكلة فقصدي العمر هو ليس محدد بس عادة الأعمار الكبيرة تحملها مو مثل الأعمار يعني دون 80 سنة 80 سنة تقريبا يعتبر هو العمر اللي ما بعده وما قبله بتحديدات والتحديدات تعتمد طبعا على الأمراض على صحة في منهم يكون بعمر 60-70 كمان بيصوموا حسب يعني صحته اللي بيقدروا عليه نعم بالتأكيد ما ننصحهم طيب هسه اجى وقت انه نشكر ضيفنا الكريم الدكتور رافت فياض العقيدي او العقيدي اذا حاب نقول الاستشاري في امراض القلب والقسطره واذا عندك كلمه اخيره تحب تقولها للمشاهدين او يمكن احنا ناسي نسالك سؤال مهم مثلا اذا انت حاب تقول تفضل لا انا اشكركم انتم يعني اسئلتكم كانت وجيهه وغطت أكثر من جانب بس حبيت أعرج على السوشيال ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي يعني أحب أنصح الناس يعني الكل أنه لا يعني يقتدون بال يعني أنا على قدر ما عندي مجال أشوف البوستات تنزل خلطات من الأكلات خلطات من يعني الزنجبيل على الثوم على خل التفاح على غيره وغيرها على أعشاب على يعني هذني نشوف بيها مشاكل هاي وحدة الشيء الثاني ماكو شيء من عندهن مثبت علميا يعني انتوا يمكن ما تستغربون أو لا إنه الثوم ما بي فائدة علمية لكنه شيء طبيعي إحنا من يعني ما نتدخل به إذا كان يعني الـ أي واحد مريض كان أو غير مريض يستخدمه ما عندنا مشكلة بس هو علميا ما بيفائدة لو بيفائدة علميا يعني أثبتت يعني تجارب أمريكا الشمالية يعني من ناحية كندا وأمريكا وأوروبا ثبتت دراسات رصينة جدا بأنه هي ما لها دور من ناحية الكوليسترول ولا دور من ناحية الضغط ولا دور من ناحية انسداد الشرايين فقصدي بس لا بأس أنه شيء طبيعي بس الأمور تتعدى هاي تروح خاصة إلى إن السوشيال ميديا
توصل الشغلات بشكل أسرع من التلفزيون أستاذ. تماماً. يعني خلي الناس يدورون بالهم من الشغلات اللي يشوفوها بالسوشيال ميديا خصوصا عن تطبيق الأعشاب. عفوا دكتور, عن تطبيق الأعشاب من حالهم, يعني في منهم بيطبوا الأعشاب بدون استشارة الطبيب, يعني حتى بدون استشارة الطب الأعشابي, فهذا كمان بيأثر على الإنسان خصوصا. ولا بل شفنا مشاكل, يعني واقعا شفنا مشاكل من وراء الأعشاب اللي يستخدموها. فيعني خلي الناس تنتبه على هاي النقطة مهمة, يعني بس حبيت أعرج عليها. احنا اكيد هندرين لازم احنا والمشاهدين نمشي على الكلام والاجوبه أكيد. اللي قالها الدكتور حتى نبني جسم قوي. نعم. يعني احنا قبل رمضان يمكن جسمنا ما كان قوي بهذه النسبه. انت تقول شهر رمضان للصحه كلش مفيد, وخاصه أكيد. انه مثل اني يعني ما اتذكر انه قلت يقتل السموم الموجوده بالجسم همينة, وهذا الشغله كلش زينه حتى نقدر طبعاً. نختار الطعام الصحي همينة بنفس الوقت. اكيد شكرا جزيلا لك دكتور. انا اشكركم. اهلا شكرا بتواجدك معنا وعن النصائح اللي انت نصحت المشاهدين وحتى كمان مستفيده لنا كمان. شكرا جزيلا لك أجين. وكمان رح ننصح المشاهدين الاكل الثقيل على الافطار, يعني لا تكثروا الاكل او تاذوا جهاز الهضمي بالمعده, وخصوصا بيقول المثل العربي كل شيء ازداد عن حده ينقلب ضده. صح. وخصوصا رمضان هو مو رمضان يعني مو بس يعني للاستغفار للدعاء ولل قراءة القرآن الكريم, هو كمان وإنما بيريح بناء الجسم خوي. بناء الجسم بيريح الجسم, بيخرج كل السموم مثل ما ذكرت زميلتي أجين. نحن من عدنان نختم الفقرة.